السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا مشاهدينا، نحييكم نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ناس وحراس. هنا باب السلسلة، هنا الطريق إلى المسجد الأقصى. هذا الحي، هذا الشارع من أكثر الأحياء استهدافاً من قبل الاحتلال. هذا الحي أغلق عاماً كاملاً بسبب جائحة الكورونا، عانى أهله، عانى تجاره، عانى سكانه من الجائحة، ويعانون أيضاً من الاحتلال كونه يقع على مقربة من حائط البراق. هنا ناس وحراس حملوا أكفهم وأرواحهم وتوجهوا إلى الله قائلين نحن هنا إلى أن يشاء الله. لا يمكن لنا أن نتحدث عن باب السلسلة، لا يمكن لنا أن نتحدث عن صمود وصبر أهل باب السلسلة دون التعريج على أهم شخصية من شخصيات اليوم باب السلسلة. نتحدث نحن عن خان أبو خديجة الذي له قصة صمود عن جد تقدر وتحترم. أنا مش راح أحكي فيها بخصنيش الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساك ويسعد مسا كل إنسان بيعشق البلد. عماد أبو خديجة، أنت ابن أبوك مش بس شرعا كمان حتى تصميما وإصرارا. هذا الخان، خان أبو خديجة، بلش في دكان 3 متر ب 3 متر وبعدين قصة خان أبو خديجة قصة كبيرة مش صغيرة. بلشت معي قبل 30 سنة وأكثر من 30 سنة. والله بلشت فار كل يوم أنظف المحل، أشهر المحل الوالد الله يرحمه أنغاز، وأنا أنظف ينطلعوا لي فيران، حطيت عقلب على الفار بدي أعرف من وين بدخل ومن وين بيطلع. أبوي صار يضحك الله يرحمه، قال لي شو بدك فيها بخب جالي رزقته. طيب هلأ نظفت، يعني كل يوم كنت أقتل فارين وثلاث وأربع، يعني وصلت يوم قتلت 11 فار. هذه حدوتة، لو أنا محلك بدي ألحق أشوف. فخليت فار بالآفية دخل عندي وعود شرد على الخزق، نكشت ورا الخزق، قلت له يا بتاع شوف شو في عنا. والله الله يرحمه الله يرحمه والله يعيط. قال لي يا بقى لنا بالأربعين من 40 هون بهالمحل، بعرفش شو في، انت شو عرفك؟ قلت له يا بالفار اللي عرفني. يعني بدناش نقول بفضل الفار. انت نكشت ورا الفار وطلع هذا الخان امامك. والله 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 30 سنة وانا اشتغل شوي 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 شوي، وربنا اكرمنا الحمد لله رب العالمين، وربنا اكرمنا بزيادة، هذا من فضل ربي. محل ما انت قاعد اخ حسام في عندي كمان طابق ارضي موجود بوصلني على المسجد الاقصى، بوصلني لحائط البراق، بوصلني لكنيسه القيامه، بوصلني لباب العمود. الضغوطات اللي موجوده علي ما بعلم فيها الا رب العالمين واهل بيتي، مش بحاجة إني أقعد أشرح فيها. الضغوطات اللي أنا موجود فيها الهوى صارت بمحاسبوني عليه، ممنوع تفتح، ممنوع تسوي، ممنوع تعمل. يعني بالعادة عندنا الرخصة بتكلف بين 500 ل 1000 شيكل، أنا صرت دافع للرخصة 17000 شيكل. كل مرة بيطلعوا لي بنكشة جديدة، كل مرة بيطلعوا لي بنهفة جديدة. والله حكى ليها بتمه، أنا بدي أحكيها بالعبراني وأنت بترجمها كيف بدك. قال لي أبو خديجة تهيك مو مش أنا رسي، أنا هيك مو مش رسي. هذا مين؟ واحد منهم، واحد من يعني من الاحتلال. قال له كن أنت كما أنا أريدك سأكون أنا كما تريدني أنت. يعني كان الجواب نو. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل ربي. هون بدي أحكي لك شغلة عن الوالد الله يرحمه الله يرحمه الله يرحم أموات المسلمين. والله قبل ما توفى يمكن بخمسة أشهر وقف عندي بنص المحل، قال لي يا أبا عماد دلع اوعى تكيف إن هذا المحل إلك. قال لي يا طب ايش بدك؟ قال لي يا هذا المحل وقف اسلامي، كل انسان بيجي على هالبلد بده يدخل على المحل هوني الخطيه برقبتك. اذا فتحت مطعم كان يهودي ولا مسلم ولا مسيحي معوش مصاري بدك الطعميه، الخطيه برقبتك. هذا المحل يا با مش لك، هذا وقف اسلامي، انت خدام قاعد هون.
صارت عندي نكشة هون أو نافخ لنحكيها. طبعاً هلأ بورجيك إياها. في لوحة عندي لتيكا من جمعية تيكا التركية. إنه هذا المحل تم ترميم هذا المكان ومساعدة جمعية تيكا التركية. ومنعت من قبل الاحتلال إني أحطها وطلب مني أهدها. فسكرتها بآية قرآن هلأ بورجيك إياها. من اللي أجوني هون اليهود اللي بيضغطوا علي. قال لي أبو خديجة إحنا بندفع، أنا بدفع عنك الأرنونة وبدفع عنك الضريبة وبكمل لك ترميم المحل، يعني بعطيك المحل جاهز تشتغل فيه، بس بدي حجر صغير هيك. كيف حطيت حجر لاتيك على الحيط؟ تحط الحجر الصغير باسمي على الحيط، بس ما بديش إشي منك. بدل ما نتفاخر والله سويت عمرك كل سنة 3 مرات، حجوا لبيت المقدس، لزقة البلدة القديمة، شوفوا معاناة المقدسي، شوفوا الإنسان المقدسي كيف عايش، كيف عايشين من ضغوطات الاحتلال، من ضغوطات ضريبية، من ضغوط كل شيء موجود عندنا ولا يعلم به إلا الله. والله ربنا معطينا صبر وإلهام بس من شان حسنات الأقصى وقبة الصخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف حضرتك. الأخ أبو القاسم العبد الفقير إلى الله. الله هو الغني عن العالمين. أنت اسمك؟ محمد عمر. حياك الله. الله يرضى عليك. رمضان كريم. الله أكرم الأكرمين أرحم الراحمين. عندي سؤال إليك. تفضل اسأل. طبعا السؤال هذا في نقوط. إن شاء الله. زي نقوط العرس يعني. نعم، كل ربي زيني علمه. وقل ربي زدني علما. إن شاء الله هلأ منشوف إحنا وياك. السؤال بتعلق يا سيدي بالقرآن الكريم. نعم. مدن ورد ذكرها في القرآن الكريم. نعم. أنا سأقول الآية وإنت ستقول المدينة التي ذكرت بهذه الآية. توكلنا على الله. نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه. سورة يوسف هاي. أكمل. اشتراه بثمن قليلا. وقال الذي اشتراه من من مصر. من مصر. من مصر. المدينة الثانية. ويوم إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا في الحرف المعارك دي في سورة التوبة. شو بتقول الآية؟ الآية يوم حنين. ويوم حنين. إذن هاي كمان مدينة حنين الثالثة. إذا ضبطت الثالثة عفلافل وحمص وخروب وشوس ويمكن هبر والله أعلم. تمام. الآية الثالثة بتقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أجلة. تصفيق يا إخوان. إذن الثلاث مدن اللي ذكرت بالقرآن أكثر هم من مدينة، ولكن بهاي الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر. والثانية بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم حنين. حنين. والثالثة ولقد نصركم الله في بدر. في ولا بي بدر وأنتم أجلة. نعم صدق الله العظيم ورسوله الكريم كريم. ونحن على ذلك من الشاهدين وإن شاء الله. وهي الهبرة تبعتك بإذن الله. رمضان كريم. الله أكرم أكرمين وأرحم الراحمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. منزل بركات. حياك الله. والنعم. جار القدس. انت اشهر من نار على علم. حبيبي احنا صامدين هون ليوم القيامة. انت قديش لك في باب السلسلة؟ انا صار لي 50 عام من الصامدين. ومن قبلك؟ من قبل الوالد كان هون. جماعتنا كلنا محبايدنا. دار بركات احنا هون يعني علم وقلنا بصمة على القدس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كلهم. ان شاء الله دائما. حبيبي الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنك إن شاء الله. تعرف حضرتك؟ رضوان غيث. رضوان غيث. نعم. من وين؟ من باب المغاربة. والله والنعم. الله ينعم عليك. صليت العصر؟ الحمد لله رب العالمين. والله اليوم شوب. والله شوب الحمد لله. بإيش نفسك؟ إيش هو؟ مأكولات مشروبات؟ عادي جدا، ولا منفكرش في هاي الأمور. لما يقول الله أكبر بعدين ربنا بيسر الأمور.
إن شاء الله ربنا بيسر الأمور لما يضرب المدفع وبيسرها معك هلا. الحمد لله، الله كريم، الحمد لله رب العالمين. سؤال، ماذا يسمى بيت العنكبوت؟ إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أيوة، أعطيتك الجواب خلاص. طب ماذا يسمى بيت العنكبوت؟ أوهن البيوت. هلأ بيت الجاجة بيقولوا له خم. أيوة. بيت المش عارف الحصان بيسموه اسطبل. بيت العنكبوت. بيت العنكبوت، العنكبوت، بيت العنكبوت. سألناه سؤال، سألناه سؤال، ماذا يسمى بيت العنكبوت؟ فهو قال، قال لي أنا جاوبتك بالآية الكريمة إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يسمى بيت العنكبوت، مش هذا الجواب. بما إنه هلأ جوابه صحيح ولا مش صحيح؟ مش صحيح، مش صحيح. بيت العنكبوت. طب بقول لك ماذا يسمى بيت العنكبوت؟ بيت العنكبوت هيك اسمه؟ أنا بعرف. لا والله يا حضرة المحامي، أنا يمكن خاطئ، بطلنا نحملك قضية لأنه جوابه جواب صحيح. بيت العنكبوت بيت، بيت العنكبوت بيت. إن أوهن، أيوة، تحية كبيرة إلك. وكمان عشان لما قلت لي اللي بنهون لا يضرب المدفع من تتدبر الأمور، كل عام وانت بألف خير، رمضان كريم علينا وعليك حبيبنا، رمضان كريم حبيبنا، الله يسهل عليكم. السلام عليكم. عنوان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. تعرف حضرتك حبيبي محمد حسين عليان أبو إسلام عليان. والنعم والله منك، حياك الله حبيبي. كم سنة لك بتيجي على المسجد الأقصى؟ أنا انولدت في المسجد الأقصى، أقسم بالله. هون دار أختي كانوا ساكنين في حوش الشاي، هذا أمه لا شو اسمه، لا عيسى لواسمه، امه ومرت ابوي كانت من دار الاواسمه، كانت ساكنه هون. كنت اجي، كان عمري في الشيء يعني 5-6 سنين، واجي على الاقصى مرات، انسى حالي انام بلوين الاقصى. يعني الاقصى بالنسبه لي حياه، والقدس كلها، كل بلاط القدس ودرجات القدس وكل حجر في القدس بيشهد انه احنا اصحاب الارض، واحنا هذه بلدنا. لو قد ما بده يطول الاحتلال وقد ما بده يطول إلا في نهاية المطاف رايح يرجع، والإسلام راح يعود بإذن الله، وراح ترجع فلسطين لأصحابها. كل اللي حكيناه في المقدمة عن معاناة أهل باب السلسلة، ورغم ذلك هذه الابتسامات، هذه الناس الصابرة، الناس الراقية، الناس العاضة على الجروح، وبتقول يا رب كن معنا، من كان مع الله فلا يحزن. لهون منقولكم إلى لقاء إن شاء الله جديد ومتجدد دائما، من حلقة جديدة من برنامج ناس وحراس. على الخير، نلتقي دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.